ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك التولي والإعراض والانصراف عن سماع الحق من محمد صلى الله عليه وسلم سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب، زعموا كذبا أنهم لن يعذبوا إلا أياما قليلة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال اليهود أن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذبون على كل 1000 سنة يوما في النار، فهي 7 أيام معدودة. وقال آخرون لن تمسنا النار إلا 40 يوما، وهي مدة عبادتهم للعجل. وقالوا غيره الكثير والكثير، قالوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن آباءهم سيشفعون لهم عند الله، وعبروا بأقوى صيغ النفي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وأتوا بالفعل تمسنا النار للدلالة على أن الفعل سريع وخاطف وغير دائم. وهذا الاعتقاد الخاطئ أدى إلى اغترارهم بدينهم الباطل واجترائهم على الله، وغرهم وخدعهم ما كانوا يفترون من أكاذيب وافتراءات ما أنزل الله به سلطانا. فالحذر أن نكون مثلهم، نغتر بالإسلام ونهمل في الفرائض والطاعات ونرتكب المحرمات. جزاكم الله خيرا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.